السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناة فرسان ستايل فاشن. مهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي. كل اللي إحنا بنطلبه من حضراتكم الدعم، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بطلوب من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله هتستفيدوا منه. احنا بالفعل عملنا الجيوب بتاع الجيبه السوداء وهوريها لكم، على اساس ان احنا هنشتغل الرمادي بالظبط زيها، بس على اساس تبقى دي عينه ماشي باينه قدام حضراتكم اهي. تمام، ادي الجيبه بالظبط اهي، الجيوب الجيب بنفس الشكل، شايف النظافه بتاعته، شايف الجمال بتاعه، ده من جوه من بره، وادي من جوه شايف الشكل بتاعه اهو، ما فيهوش الهواء، ما فيهوش اي كسر، ما فيهوش اي بعكاكه بمعنى اصح من جوه، ماشي؟ لا مظبوط مظبوط، تمام؟ طيب نشوف بقى الرمادي هيتعمل ازاي؟ نشوف الرمادي، بس احنا نقول على الخطوات بتاعته، ان انا اصلا باجي انا بالنسبه للرمادي اهو، هنشوف الخطوات بتاعه التركيب. ادي ده وش الجيبه، ده وش الجيبه ماشي، وادي الجيب اهو محرود او محرود بنفس الشكل. ادي الوش بتاع القماش، وادي وش الجيب بتاع القماش. بحط الوشين في بعض كده، بحط ايه الوشين في بعض كده بالظبط، تمام. وابدا بقى ايه اقفل الجيب. انا سايب المكوك من تحت بتاع الشغل اسود على اساس اوريكم، فيبقى ايه يبقى باين ماشي. تعالى نقفل اول حاجه اهو، نقول بسم الله، نقول ايه بسم الله. باخد قشطورة عادية خالص. ايه القشطورة؟ اللي هو عرض الجزئية دي، عرض ايه الجزئية دي، هو ده اللي احنا بنسميها ايه القشطورة بتاعتنا ماشي. معذرة، فانا دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم ايه هي القشطورة، هو العرض اللي انا سايبه هنا، العرض اللي انا سايبه هنا، بمعنى اصح اللي انا يعني شايف المارك دوت، هو دوت ايه الجزء ده كده اللي بنسميها القشطوره بتاعته. فالقشطوره هنا عرض الدواسه، بس عرض الدواسه ده، عرض الدواسه يعني ايه العرض ده. شوف انا ماشي جنب ايه، جنب ايه الجيب بالظبط. كده اهو ماشي، شايف بقى اهو بان لك ايه الاسود اهو من جنب. هنعمل ايه؟ اول حاجه لازم الكلام اللي انا بعمله، اعمل افرط الكلام ده ببوز المقص وقبل الخياطه على طول بروح واقف. ليه؟ لان يا جماعه اصلا دلوقتي انا هقلب الجبد على جوه، فالخياطه دي هتنزل تحت هنا. طب ماشي انت ليه بتفتحها كده؟ هقول لك انا دلوقتي الخياطه دي عامله معايا كام؟ بص حضراتكم اهي، نقول كده اهي عامله معاك كام؟ عامله معاك 23. طب هي هتنزل فين؟ هتنزل على الخط ده صح؟ هتنزل على الخط ده اهو. طب نشوف الخط دوت بقى عامل معايا كام؟ بص حضراتكم اهو، شوف انا ماشي كده اهو شيء، عشان ايه اقول لك الخط، الخط عامل معاك كام؟ 26. طب ازاي ال 23 هنا تقفل على تنزل على ال 26 هنا؟ فلازم هتشد، فلازم بقى تتفتح كده عشان تاخد وتدي مع ايه؟ مع الزياده اللي هنا، فهمتني؟ تمام ماشي. هنبدا بقى ايه؟ نقلب الجيب، نقلب الجيب ونشوفه ها نقفله ازاي. بص بقى هاجي اروح جاي مدي شيمه على الجيب نفسه، شيمه اهي، شيمه على الجيب نفسه. بص حضراتكم اهو ادي الجيب اهو، هدي عليه الشيمه كده. وليه الشيمه ديت؟ هقول لك ليه.
طب شيمة يعني ايه؟ على حرف بتاع الجيب خالص تبقى الخياطة موجودة. شايفين الخيط بصراحة يعني ده انضف انواع الخيوط، ومع ذلك العيب مش في المكنة، العيب في الخيط نفسه، العيب في الخيط نفسه. ليه؟ لان لو المكنة فيها، لان اصلا ايه يعني الخيط بيقطع في نص الشغل، فده يبقى عيب خيط مش عيب مكنة. بص حضرتك انا اديت ايه الشيمة اهي، بقى هنا في خيطتين اهو. بص بقى هاجي اروح جاي قالب كده، هاجي اروح جاي ايه قالب بنفس الشكل ده كده اهو، كده بقى ايه ادي الوش بتاع الجيب اهو، وادي الجيب ايه تحت، واروح مدي ايه بص بقى شوف، لو انت هتدي شيمه وعرض، يعني ايه شيمه وعرض؟ يعني خطين زي الجيب الجينز بالظبط، زي الجيب الجينز، او تدي ايه خط واحد، او تدي خط واحد اهو. كده اهي ادي اول خط تشيمه على الحرف نفسه، اوريها لك شكلها ايه. بص ادي الشيمه اهي باينه اهي، واجي اروح جاي بقى ايه ماشي جنبيها خط تاني بالظبط، اخليها لك كان انت شغال بمكنه بابرتين، فانت تظبط ايدك بالظبط على اساس ما يبانش في فرق ما بينهم خالص، يعني المسافة تبقى ماشية خطين متوازيين بالظبط. بص الخطين عاملين ازاي اهو، وما تكواش او حاجة، ما تقدرش تفرق دي شغال مكنة ابرة واحدة ولا ابرتين. ماشي يا جماعة عشان نبقى عارفين بس مع بعض. بعد كده هعمل ايه؟ كده خلاص انا خلصت شكل الجيب من فوق كده. تعالى بقى هاجي اروح جاي. ادي بقى الجيب اهو. بدأ الجيب بقى يظهر معاك، اروح قافل الجيب على بعضه اهو، الورقه بتاعت الجيب اهي اقفلها من هنا، كده الجيب ايه اتقفل من الجزئيه اللي انا هدخل ايدي فيها هنا. واجي اروح قافل الجيب فين؟ اروح قافل الجيب من النص هنا. اجي اروح قافل ايه؟ الجيب من النص هنا. اللي هي الطرف بتاعه يعني. تمام؟ كده الجيب اتقفل يا جماعه بنفس الشكل اللي انت شايفه بالظبط. باجي بروح مديله برضو ايه نفس القفله هنا كده بالظبط. كده الجيب بفضل الله اتعمل، انت شايف الشكل بتاعه اهو قدامك. تمام؟ هعمل بقى الجيب التاني، طبعا هروح اعمل ده اوفر من هنا. تمام؟ وهعمل الجيب التاني عشان نشوف نعمل مع بعض البليته ازاي. تمام؟ يبقى انا هعمل الجيب التاني وبعد كده نرجع مع بعض واحنا بنعمل ايه البليتة والسوستة بتاعة الشيبة نفسها. بعد ما عملنا الجيب مع بعض نبدأ بقى نشوف البليتة والسوستة بتاعتها. تمام؟ نشوفها كده وبعد كده بقى ايه ادي بص بقى البليتة معمولة. تمام؟ زي ما بقول لحضراتكم انا دلوقتي السوسته السوداء اتعملت اهي، عايزين بقى نمشي خطوه خطوه مع بعض نشوف احنا هنوصل دي ازاي، هنوصلها للشكل ده. شايف ادي السوستة اهي، شايف نظافتها من بره، شايف الشكل بتاع تقفيل السوستة نفسه. انا عايز الشغل اللي حضراتكم بتعملوه يطلع احسن من ده كمان. شايف السوستة اهي من جوه
ولسه ايه ما اتشطبتش او حاجه، بس هي السوسته اتفنشت. شايف السوسته من جوه اهي عامله ازاي، وشايف النظافه بتاعتها. لا يمكن اصلا ان انت تفرقها عن انضف جاهز، يعني مش الجاهز العادي كمان، لا عن انضف جاهز. وانا بقولها ايه لحضراتكم وعارفين احنا بنقول كلامنا دوت ازاي. تعالى نبدا بقى زي ما قلت لحضراتكم، هنبدا نشوف السوسته هنقفلها ازاي. ايه اللي مطلوب ليها؟ اول حاجه مطلوبه السوسته نفسها، مطلوبه بلتتين. مطلوبه ايه؟ بلتتين. واحده اللي هيتثبت فيها السوسته، نمشي مع بعض واحده واحده كده. ادي اللي هيتثبت فيها السوسته. انت واخد السوسته طولها كام؟ احنا قلنا السوسته هيبقى طولها في حدود 16 سنتي، تمام؟ يبقى البلتة نفسها بتاخدها زيادة عنها في حدود ايه؟ 2 سنتي، يبقى هتاخدها 18 سنتي. ادي 18 سنتي اهي. طب العرض بتاعها قد ايه؟ انا عندي عندي بلتتين، بلتة اهي اللي هيتثبت عليها اللي هي تبقى في الناحية الشمال، لان انا عندي اما ان الجيبه تفتح شمال او تفتح ايه يمين. هو في جيبه هتفتح شمال؟ لا طبعا، لان اصلا ايه مفيش، لان اصلا الشمال دوت بيتفتح ايه في البنطلون الرجالي، فمفيش جيبه رجالي عشان نبقى عارفين. فانا دلوقتي الجيبه اللي معايا دي حريمي، فيبقى هتفتح ايه من ناحيه اليمين، تمام؟ يبقى انا عايز اول حاجه بلته يمين، دي اللي هيتثبت فيها السوسته كده. ادي اول جزئيه يا جماعه، ادي اهي نفتح كده السوستة عشان نعرف احنا بنشغلين ازاي، ماشي؟ ادي اول جزئية اهي، يبقى دي اول جزئية معايا. تعالى احنا عايزين هنمشي مع بعض خطوة خطوة على اساس ايه. ادي اول حاجة اهي، ادي البليتة ايه اللي هي هيتثبت فيها ايه السوستة نفسها اهي، تمام؟ واخد العرض بتاعك كام؟ العرض بص خلي بالك بقى ان السوسته من تحت هنا اهو، ها القفل باين لي، يعني ايه ما نزلش السوسته لتحت كده، لا خليلي ها بنفس الشكل كده، يعني هنا هو هيبقى في حدود ايه 2 سم، وابدا اثبت ايه السوسته بتاعتي بنفس الشكل ده كده. ابدا اثبت ايه السوسته بتاعتي بنفس الشكل ده كده، معلش النور قطع لغايه ما يجي بس. نكمل مع بعض. نبدا بقى نثبت السوسته اهي في الجنب اللي هو ايه؟ اللي يعتبر ده بقى ايه؟ هيبقى الشمال. هيبقى يعتبر الجنب ده ايه؟ الشمال، تمام يا جماعه؟ نشوف ال طب الناحية التانية، الناحية التانية هنعمل فيها ايه؟ هتاخد بقى ايه؟ حسب ما انت عايز، حسب ما انت عايز. اما ان انت تنضفها بالاوفر، تنضفها بالايه؟ بالاوفر، او تنضفها بالايه؟ بشريط ستان. السوستة زي ما قلت لحضراتكم هتبقى ايه؟ السوستة اهي تاني كده، دي هتبقى ايه؟ هتثبت بنفس الوضع ده كده، كنا مثبتينها غلط على اساس ان هي كنا مثبتينها ناحيه اليمين، فهي كده اهي، تمام يا جماعه؟ وبعد كده اروح عامل ايه اوفر. انا مش عايز الزياده ديت، زي ايه؟ زي ما قلت لكم انا احنا ماشيين على السوسته السوداء بالظبط. احنا عملنا اول ايه؟ اول خطوه اهي. فين هي بقى الخطوة ديت في السوستة السوداء اللي معمولة؟ أهي. أهي. دي متثبتة في دي كده وإيه؟ ومعمولة أوفر. تمام. ماشي. نخلي الأوفر نعمله كله مع بعض. تمام كده. هاجي بقى بص يا بص آدي الناحية إيه؟ دي الناحية الشمال أهي. هي اللي هثبت أول حاجة هيتثبت فيها السوستة بالوضع ده كده يا جماعة. بص بقى هنا هو شايف القفل فين؟ في فرق هنا هو سنت ونص تحت، يعني مش منزل القفل لغايه تحت، لا ماشي.
ادي ايه الجنب الايه الشمال بنفس الشكل كده. ثبت لي ايه كده، يبقى انا ثبتت دي السوست. اول خطوه اهي ديت فين، هنا اهو ديت اللي هي ايه الجزئيه دي يا جماعه اللي متثبته هنا ماشي، واتقفلت هنا كده. ديت هتتعمل ايه اوفر مع بعض. تمام كده انا ايه اول خطوه في السوسته اتعمل. تعالى بقى الناحيه الثانيه دي اهي. تمام هتتعمل ازاي؟ هنيجي اول حاجه هروح جاي بقى في الناحيه بقى ايه اللي هي اليمين اهي، دي الناحيه اليمين اهي، هاجي اروح جاي مثبت البليته بنفس الشكل كده. هي خطوات محفوظه، خطوات ثابته مش هتتغير، او سايب زياده حاجه بسيطه تحت بما يعادل سنتي كده اهي، وهبدا اروح مثبت دي كده. خطوات محفوظه 1 2 3 4 لغايه ما توقف ايه البليته على ما هي وعليه كده بالظبط. تعالى بقى انا عملت ثبتت دي كده، هاجي اروح مدي شيمه على على البليته نفسها. دايما الشيمه انا بديها يا جماعه على الجزء اللي مش باين معايا، ليه؟ عشان لما اقلبه كده، لما اقلب البليته لجوه، ارجو ان احنا نفهم مع بعض. اجي اروح قالب كده، اولا الشيمه هي جوه، ثانيا ما يخليش قماش ظاهر لي من تحت كده. لو انا مش حاطط الشيمه دي القماش هيظهر لي من تحت، فالشيمه دي بتثبت الكلام ده كده. تمام اي زيادات بقى من جوه انت مش عايزها ما تخليليش زياده عشان ما تبصمش في المكوى. يعني ايه ما تبصمش في المكوى؟ ما تعلمش لما اجي اكوي البليته دي. تعالى بقى الجزء ده، اما ان انت تنضفه اوفر او تنضفه ستان. انا بحب انضفه ايه؟ ستان، بيدي شياكه، بيدي شياكه للشغل وبيدي ايه؟ نظافه. اهو تعالى نركب البيس ستان دوت اهو من جوه عشان يقلب على بره اهو كده. فتحت انا البيس ستان اهو من جوه، البيس ستان بيجي جاهز، البيس ستان بيجي جاهز كده مقفول. فانا بفتح واحده اهي وهبدا اثبتها على البليته كده من جوه عشان تقلب على ايه؟ على بره. بصوا حضراتكم اهو انا ماشي معاكم خطوه خطوه، ومفيش حاجه بجري فيها او بخبيها عليكم، كل حاجه باينه قدام ايه؟ قدام حضراتكم بنفس الشكل ده كده. كده اهي ثبت البيس ستان زي ما قلت لحضراتكم من من جوه، وهقلبه على ايه؟ على بره. بره ده انه اللي هو باين في الايه؟ في البليته نفسها. فين هي؟ عشان نبقى عارفين الكلام ده اهو. بص هو ده. مثبت اهو من جوه وقالب على بره، هو ده اللي انا عامله. فانا ثبت من جوه اهو، الله اكبر الله اكبر. معلش انا مش هوقف الفيديو على اساس ايه وقفناه كذا مره عشان النور اللي اتقطع وده وده. بص حضراتكم احنا دلوقتي بايه بثبت بقى الستان معايا اهو. يبقى الستان انا عملته اول وتاني، اول ان انا خيطت جوه، وتاني ان انا ايه قلبت ايه على بره كده. فكده كده احنا هنردد الاذان وهو شغال، الله اكبر الله. كده انا بثبت ايه البيس ستان، شايف النظافه بتاعته بقى؟ شايف النظافه بتاع البيس ستان وشكله والشياكه بتاعته اهو. تمام كده ايه دي بقى الجنب الثاني اللي هو ايه اليمين. تعالى بقى نشوف احنا هنقفل الاثنين دول ازاي مع بعض. تعالى كده اهو ده الجنب الشمال، تمام، وادي الجنب ايه اليمين ده. مش احنا هنقفل اول حاجه هروح جاي مقفل بس بتاع 5 سم كده. بص بقى معايا ونركز مع بعض، نركز مع بعض. شايف انت ادي الخياطه ايه؟ تعالى حط لي البليته اللي هي الناحيه اليمين اهي على بعد سنتي من الخياطه دي. وليه على بعد سنتي من الخياطه ديت؟ هنقول مع بعض ليه على بعد سنتي، يعني ما قفلتش دي مع دي ليه؟
تمام. تعالى بقى هنقفل احنا ايه في حدود 5 سم كده اهي. بص لغايه فين؟ لغايه القفله دي كده خلاص تمام قوي كده ماشي. ودي على وضعها كده وهي فارقه السنت ده، اروح جاي فارد دي كده. انا بقول لك خطوات محفوظه اهي كده، واروح جاي بقى ايه مثبت السوسته في الناحيه الثانيه اهي، فاهمني؟ اجي اروح ايه مثبت السوسته في الناحيه الثانيه كده حافظ طبعا على السنتي اللي انا معلمه بره كده. انا ثبتت ايه البليت السوسته في الناحيه الثانيه اهي. نفتح كده مع بعض ونشوف كده انا ثبتها في بقت ثابته فين؟ في الناحيه اليمين الاساسي والناحيه الشمال اهي. الناحيه الشمال اساسي والناحيه اليمين اللي هي هتقفل دي على دي كده بالظبط. بص يا جماعه قفلت انا بقى كده اهو كده ايه السوسته اهي بالظبط. بص بقى لو انا مش سايب السنتي ده ما كانتش دي، كانت هتبص تلاقي ايه السوسته باينه. فالسنتي ده هو اللي بيخلي دي تغطي على الجزء ده، هو اللي بيخلي ايه دي تغطي على الجزء ده، فهمتني؟ فهاجي بقى دلوقتي لو عامل بقى ايه ابدا بقى ايه، هي دلوقتي خلاص انا ثبتت السوسته في الناحيتين اهي، بس دي مفتوحه كده، لا لازم تيجي تتقفل بقى بالدوران ده. فين اللي هو هنا على السوسته السوداء عشان يبقى فاهمين احنا اهو. بصوا حضراتكم ادي الدوران اهو اللي معناه كده ان انا قافل السوسته. شايف لما كده اهي السوسته فين؟ دي اللي حكمها، لكن هنا لسه ما اتحكمتش. تمام يا جماعه عشان نبقى فاهمين احنا بنقول ايه. هاجي بقى اروح جاي مقفل ايه السوسته بنفس الوضع ده كده بالظبط زي ما قلت لكم. يعني الخيط وحش جدا، وده زي ما بقول لكم يعني انضف انواع الخيوط. بص حضراتكم هاجي بقى اروح ايه شايف دي كده، هقفل كده اهو. خلي بالك بقى في الدوران من تحت، لو انا مش سايب، لو انا القفل عندي تحت هنا مش هعرف اخد الدوران مظبوط، لكن اهو بص بقى هنا ابدا اخد الدوران مظبوط اهو. ايديا بتدور اهي القماش، والقفل بعيد عني مش هيبرق اي حاجه في ايه في الوقت. بص حضراتكم ادي السوسته كده بفضل الله عز وجل اتقفلت اهي. شايف الشكل اهو بقى النظافه بتاعتها، النظافه بتاعت السوسته مش معلمه اي حاجه. بعد كده اروح ايه قافل الجيبه بقى من هنا كده، اقفل الجيبه معايا اهي كده عشان يبقى ايه قفلت الجيبه من النص عشان اديها الشيمه والعرض بتوعها اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. كده انا قفلت الشيبه هنا. بعد كده بقى ايه اروح جاي مدي ايه الشيمه والعرض بتوعي اهو. عايز اديها شيمه وعرض، عايز اديها شيمه بس. بص اهو كده يبقى الامامي بتاع الجيبه خلص خالص بالجيوب بالسوسته بالتقفيل بتاعه، ما قداميش اي حاجه تانيه. شايف بقى هنا اهوت
ايه شايف النظافه بتاعت الشغل ولسه ايه ما اتكوتش معاك. عايز تدي العرض اهو عشان يبقى ايه مفيش حاجه ايه زي ما حضراتكم عايزين. اه ايديا ماسكه القماش ازاي عشان اقدر اظبط الشيمه والعرض مظبوطين اهو كانها زي ما قلت لحضراتكم مكنه بابريتين مش ادراك. بص الشيمه والعرض ماشيين ازاي مظبوطين ازاي اهو ولسه زي ما قلت لكم ما اتكوتش او اي حاجه اهو كده بالظبط. ارجو ان احنا كده خلاص خلصنا ايه الامام. هنظبط جيوب الخلفي عشان نقفل الجيبه مع بعض. كده بفضل الله عز وجل ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي مطلوب من حضراتكم دايما في اخر الفيديو. الدال على الخير كفاعل، الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا في قناتكم. واخر حاجه هقولها لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.